ابن جامعتي الازهر والسرب، الذي كان شامخا في امامته لازهر المسلمين تحرك بالازهر الى قلب الشعب وخفق قلبه لكل ازمه تلم بعالمنا الاسلامي حمل الفكر الوسطي المستنير لكل اصقاع الدنيا وحمل رساله الازهر للعالمين حيثما حل جاب الدنيا داعية ومحاورا ينشر مبادئ العدل والتسامح والإخاء يجابه الفكر بالفكر والرأي بالرأي مع صفاء نفس روح. إنه الفيلسوف الفقيه المتصوف الثائر والزاهد الورع شيخ الأزهر عبد الحليم محمود ولد الشيخ عبد الحليم محمود في احدى قرى مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية عام 1910 للميلاد حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة ولما كان والده لمن شغفوا بالثقافة الدينية وحلقات الازهر العلمية وجه ابنه للدراسة بالازهر فنال الشهادة العالمية عام 1932 أسعده الحظ في هذا التوقيت أن يتتلمذ ويعاصر عددا من كبار علماء الأزهر من أمثال الشيخ محمود شلتوت والدكتور محمد عبد الله دراز والشيخ الزنكلوني والشيخ المراغي والشيخ مصطفى عبد الرازق والشيخ محمد الخضر حسين والشيخ محمد فريد وجدي بعد حصوله على العالمية كان والده يرغب أن يراه مدرسا بالأزهر ولكنه أقنع والده برغبته في السفر الى فرنسا ركب الشيف الباخرة لاول مرة قاصدا جامعة السربون في باريس ليحصل منها على رسالة الدكتوراة في التصوف الاسلامي من خلال دراسة عن الحارث بن اسد المحاسبي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الاولى وقررت الجامعة طبعها بالفرنسيه وفور حصوله على الدكتوراه عام 1940 عاد الدكتور عبد الحليم محمود الى مصر وبدا مسيرته الاكاديميه في الازهر مدرسا لعلم النفس بكليه اللغه العربيه ثم استاذا للفلسفه بكليه اصول الدين سنه 1951 ثم عميدا للكليه عام 1964 ثم عضوا بمجمع البحوث الاسلاميه ثم أمينا عاما للمجمع فنهض به وأعاد تنظيمه وفي عام 1970 صدر قرار جمهوري بتعيينه وكيلا للأزهر ثم وزيرا للأوقاف وفي مارس عام 1973 للميلاد عين الإمام عبد الحليم محمود شيخا للأزهر ومن أول يوم أدرك الشيخ خطورة منصبه ومسؤوليته عن القضايا التي تتعلق بالمسلمين وتحرك الشيف في كل مكان سعيا لخدمة الإسلام فكان للأزهر في عهده رأي ومقال في كل قضية تتعلق بأمر المسلمين عمل الإمام عبد الحليم محمود على التوسعة في إنشاء المعاهد الأزهرية على نحو غير مسبوق وفتح باب الأزهر على مصر عيد للوافدين من طلاب العلم والعمل على تطوير الأزهر والنهوض به سالكا كل طريق يرى فيه صلاح الازهر ورفعه مكانته، ومع كل هذه الاعباء الوظيفيه، كان الانتاج العلمي والفكري للامام عبد الحليم محمود غزيرا تاليفا وتحقيقا وترجمه، وحظيت كتاباته الصوفيه بالحظ الاوفر من كتاباته، ومن اشهر مؤلفاته قضيه التصوف المنقذ من الضلال. التفكير الفلسفي في الاسلام. فتاوى عن الشيوعيه السنه في مكانتها وتاريخها دلائل النبوه ومعجزات الرسول تحقيق لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري تحقيق اللمع للسراج الطوسي تحقيق المنقذ من الضلال لحجه الاسلام الغزالي كما ترجم العديد من الكتب في الفلسفه اليونانيه والاخلاق مثل الفلسفة اليونانية أصولها وتطورها لألبرت ريفو والمشكلة الأخلاقية والفلاسفة لأندريا كريسون وفي السادس عشر من ذي القعدة عام 1398 للهجرة السابع عشر من أكتوبر عام 1978 للميلاد وبعد عودة الشيخ عبد الحليم محمود من رحلة الحج شعر الامام بآلام شديدة واجرى عملية جراحية فتوفي على اثرها عن عمر ناهز ثمانية وستين عاما وكان اخر ما نطق به قبل ان ترتقي روحه الى السماء الله حق والموت حق فرحم الله الامام الاكبر عبد الحليم محمود الذي لم يدخر جهدا لخدمه الاسلام والمسلمين وكانت ولايته شيخا للازهر محطه فارقه سجل فيها تاريخا لا ينسى جاب الدنيا شرقا وغربا شمالا وجنوبا ينشر فكر ازهره ومنهج مؤسسته الوسطيه العريقه